النبي كأنه صلى الله عليه وآله كان يركز أنه لا شورى في الإمامة، تركيز، ولا في مورد واحد. النبي صلى الله عليه وآله استخدم نظام الشورى في الإمامة وإن كان لفترة مؤقتة، يعني النبي نقض قانون الشورى الذي يدعون عشرات المرات في حياته. تركيز لا شورى في الإمامة من بعده. لا يكون واحد يجي يقول في غزوة تبوك النبي سوى شورى في قضية الإمامة، وهذا دليل على أن النبي يقبل الشورى في الإمامة من بعده. لا يكون واحد يجي يقول ذلك،